دكتور خالد، يعني لفت يعني عندي أنا هنا أنه كشفت وزارة الداخلية إحباط تهريب أكثر من 41 مليون قرص أمفيتامين، حتى احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميا في ضبط أقراص الأمفيتامين التي يتم تهريبها عن طريق سوريا. لماذا سوريا تحديدا؟ يعني هل هي فقط هي أكثر جهة يأتي منها، ولا في بلدان أخرى؟ طبعا الأمفيتامين اللي هو يعني خصوصا محصور في الكبتاجون. الكبتاجون قديما كان يباع صيدلاني ويستخدم لعلاجات معينة، ثم بعد ذلك منع. بعد منعه يعني كان تم تداوله بين قائد السيارات لقطع المسافات قديما. بعد أن وقف أصبح يصنع تصنيعات غير في مصانع سرية، تطور إلى أن وصل إلى سوريا، وأكبر مصانعه في حلب في سوريا يعني، وهذه التقارير تثبت هذا. المشكلة ليست حديثة أيضا، يعني كانت للأسف أنه هناك أعداء لوجود كثير من الفصائل في هذه المناطق، أعداء للسعودية. كان يصنع الكبتاجون، أصلا الكبتاجون يمكن الغالب استخدامه في المملكة العربية السعودية، قليل ما تجده في دول أخرى، يستخدم بشكل كبير في المملكة العربية السعودية. فكانت تهرب الكميات وتصل إلى السعودية، وحتى في معلومات أنه الكبتاجون إذا أنت تريد أن تدخله إلى السعودية ممكن تأخذه بالمجان، ممكن تأخذه بالمجان، مع أنه سيحقق أرباح كبيرة لهذه الدرجة. إلى هذه الدرجة، وكانوا حقيقة يصنعونه في مصانع سرية. ودعني أكون واضح وصريح، الذي يهدد المملكة العربية السعودية في صناعة الكبتاجون ويريد القضاء على شباب المملكة العربية السعودية ولن يكون له ذلك بإذن الله، هو حزب الله. هذا الحزب هو الذي يصنع، بل حتى يعني كشف تورط على مستوى المتواجدين في هذه المناطق أنه كانت تصنع هذه الكميات لهدف ضخها في المملكة العربية السعودية. وحتى لاحظ وسائل التهريب كيف تهرب، يعني هذه آخر 33 مليون تقريبا، هذه اللي هربت وتم كشفها بفضل الله جل وعلا ثم بجهود رجال المكافحة، كيف كشفت في هذه المعدات التي لا تخطر على بال؟ لكن الله سبحانه وتعالى يحرس. لذلك نحن نقول أنها حرب فعلا، لا شك. موضوع سياسي، لا يعني ليس فقط لا سياسي، أكيد لا شك.